اهلا وسهلا بكل شباب اولى ثانوي في كل مصر. bienvenue dans notre émission aujourd'hui. اهلا وسهلا بيكو في البرنامج بتاعكو بنك المعرفه. النهارده هنعمل ايه بالنسبه للفرنسي؟ النهارده on va faire une petite révision sur l'unité 1. النهارده هنعمل مراجعه عامه على الوحده الاولى بالنسبه لاولى ثانوي كلها. اكيد طبعا الاسبوع الثالث مرينا بيه وكده خدنا 9 حصه فرنسي، حصه بالفرنسي اسمها كور. فنوز افون بري 9 كور دو فرنسي، 9 حصص لغه فرنسيه، صح الكلام؟ واساتذتنا ادونا حاجات كتير لطيفه وتعلمنا فيها معلومات حلوه جدا. خدنا يعني ايه مثلا الجار، ويعني ايه الصديق، ويعني ايه الزميل، ويعني ايه صاحبي على الشات له اسم كده، فاكرينه؟ اسمه سيبر كوبان. داكور. طب النهارده اون فا فير انسامبل اون بتيت ريفيزيون، هنيجي نشتغل مع بعض مراجعه بقى على تحصيل الوحده الاولى كلها واهم النقاط اللي احنا ندقق عليها علشان نستعد للاكزام للامتحان. يا مدام على طول كده نستعد للامتحان؟ طبعا احنا هدفنا ان انتوا تبقوا من اول دقيقة مستعدين وجاهزين للاكزام، علشان ده الطبيعي ان انتوا تبقوا اوكوران، لازم تبقوا مواكبين للحدث. احنا كلنا بنذاكر ليه؟ عشان اكيد عندنا اكزام في الاخر هيجي يشوف احنا حصلنا كام في المية من المعلومات. طبعا كلنا شاطرين وهنحصل 100%. طيب on va commencer، نبدا مع بعض. bienvenue chers élèves، نقول لكم اهلا وسهلا. bienvenue يعني اهلا وسهلا، ف bienvenue chers élèves. و on va commencer aujourd'hui notre révision. الريفيزيون بتاعتي النهارده هتبقى على المجمل بتاع الوحده الاولى، يعني leçon 1 2 اي 3. داكور. هنشتغل اول حاجه على لا جرامير. بوركوا لا جرامير؟ ليه جرامير؟ عشان ولاد كتير قوي بيقلقوا من الجرامير، فاكرين ان الفرنسي صعب والمواقف يعني او الجمل بتاعه الجرامير هتبقى شديده ومش هيأدوا كويس وهيتلخبطوا. خالص، الدنيا بسيطه وسهله واحنا لسه في الاول، وهنجمع المعلومات واحده واحده اهو، وهنحط كل حاجه في مكانها الصحيح. داكور. اول حاجه خدناها في البروجرام السنه دي كانت الارتيكل انديفيني. سي كوا لي ارتيكل انديفيني؟ يعني ايه ارتيكل انديفيني؟ دي ادوات النكره، صح؟ وفي مقوله اخرى ادوات النكره دي بتساوي الميزان بتاع الفرنسي. لو عايزه اعرف الكلمه دي مذكر او مؤنث بحطها على الميزان. داكور. فلو كانت مذكر هتاخد ا قبليها. فاكر ايه الا؟ كاني بالظبط بقول العدد واحد. طب لو كانت بنت، لو كانت مؤنثه، يبقى الكلمه هتاخد قبليها ان. هضيف ايه في الاخر؟ هضيف او. اذا الاو مي دي ناخدها كده قاعده عامه، الاو اخر الكلمه بتدل اغلب الوقت على ان الكلمه دي ايه؟ مفرد مؤنث. تمام. طب جمع الا، جمع الان عندي اسمها دي. دي بتتكتب دي و او و اس. تمام. ليه بتتنطق دي؟ علشان انا اتعلمت ان في حروف لو انا دمجتها مع بعض بانطق الحرف اي. ايه يا ترى الحروف دي؟ الاو والاس، اول ما اشوفهم انطق اي. الا والاي انطقهم اي. الاو والزد هنطقهم ايه. تمام. وكل شويه واحنا ماشيين نزود معلوماتنا كل شويه حبه حبه. داكور. طب هنا الاكزرسيس بتاعي بيقول لي شوزي ا اون دي. لسه قايلين من شويه اتفقت معاك، الا للمذكر، الان للمؤنث، والدي للجمع. داكور. يلا الاكزرسيس بتاعي طبعا مديني بوان 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 وكلمات. اول بوان عندي كابين. يا ترى يعني ايه كابين؟ برافو عليكم كلكم شاطرين. كابين يعني الصديقه، ليها ولد، ليها مذكر اسمها كابان،
والكلمة المؤنثة هتبقى كابينا. تمام. التانية اسمها زمي أو أمي، أمي آخرها أس، يبقى نخلي بالنا أمي آخرها أس، إذن مش صديق واحد، أصدقاء كتير. يبقى زي ما اتعلمت إن الأ علامة المؤنث، بتعلم من دلوقتي إن الأس آخر الكلمة بتدل أغلب الوقت، مش كل الوقت، إن الكلمة دي كلمة جمع. دكار؟ طيب عندي بعد كده إلاف. سكوا إلاف؟ إلاف يعني حضرتك، شغلانة حضرتك. تقول يا مدام هو أنا بشتغل؟ طبعا أنت بتشتغل شغلانة مهمة جدا، حضرتك بتحصل علم، حضرتك بتروح المدرسة كل يوم عشان تتعلم حاجة جديدة، حضرتك بتتعب نفسك وتصحى بدري وتقوم من سريرك الدافي وتاخد شاور وتحضر حاجتك وتنزل جري على مدرستك علشان تحصل دروسك، فدي مهمة، مهمة عظيمة كمان. فحضرتك دلوقتي شغلتك تلميذ. طيب خلي بالك ان اول حرف من إلاف مكتوب أ عليها أكسون تيجو، يبقى الأ عليها أكسون تيجو كمان بتتنطق إيه، يبقى أنا كده خدت إيه؟ خدت الأ أس والأ زد والأ إي وكمان الأ عليها أكسون تيجو، كل دول بيتنطقوا الحرف إيه. دكا؟ طيب يبقى إلاف تلميذ. هل تلميذ بس؟ لا، تلميذ وتلميذة. إيه ده يا مدام؟ طب أنا أعرف إزاي؟ هقول لك، لو أنا عندي إكزرسيس زي كده حط ان او ان، الان تمشي والان تمشي، يبقى الاثنين تحتمل وتحتمل. طيب هل ده ينفع يجي في الامتحان؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم الامتحان تكون المعلومات محدده، يا مذكر يا مؤنث. طب امتى احط الاف في الامتحان وانا يعني تمام ومطمنه، ومطمنه كمان ان انتوا هتعرفوا تحلوا صح؟ لو في كلمه في الجمله بتدل على ان التلميذ ده ولد او بنت، يعني في اسم مثلا، فالاسم ده هيقول لي اذا كان مثلا رامي يبقى تلميذ جيد، رانيا يبقى تلميذه ذكيه. دكار؟ طيب عندي بعد كده كلمه فيا. سكوا في يعني ايه فيا؟ الفي يعني البنت، كل بنت حلوه اسمها فيا. المار، سكي لا مار يعني ايه مار؟ المار اللي هي المامي، ام. دكار؟ طبعا كلمة بعد كده جارسون، جارسون يعني الولد. ده تمام؟ يبقى احنا كده بنتعلم كمان شوية كلمات، ناخد معاني كلمات. أكيد خدت ده في الكلاس، بس احنا مهمتنا إن احنا نكمل دور الكلاس عشان تبقى حضرتك سمعت من كذا مصدر. دكار؟ طيب تعالى بقى هنا نحط الأ أو الأون أو الدي، واحنا ماشيين كده احنا ترجمنا كلمات، علشان كده اكيد في شباب كتير جدا قعد حل معانا. حليت ازاي بقى؟ حليت ان كابين تاخد ان، تمام برافو عليك، ان كابين واحده صديقه. حطيت دي قبل امي، صح برافو عليك، يبقى دي قبل امي عشان امي اخرها اس. الاف قلت لك تحتمل وتحتمل طالما ما فيش اسم جوه الجمله يدل على ان التلميذ ده ولد ولا بنت، فواحد تلميذ ان لاف، واحده تلميذه ان لاف. تمام. كلمه في اكيد اكيد هتبقى ان في، عشان ما ينفعش لا مذكر وما فيهاش اس عشان تبقى جمع، صح. مار، مار اللي هي الام او المامي طبعا، ان مار واحده ام. والجارسون اللي هو الولد او الشاب يبقى ان جارسون. تمام، على كده نقراهم عشان نحسن البرونسياسيون. ان كابين، دي زامي، ان اليف، ان اليف، ان في، ان مير، ان جارسون. داكور؟ تري بيان. يلا تعال نشوف اللي بعده. عندي كمان كلمات، احنا كده بنراجع كلمات الوحده الاولى بس عن طريق الاسئله والاجابه. داكور؟ عندي فوزين، سي كوا لا فوزين يعني ايه فوزين؟ سي كي لا فوزين؟ فوزان وفوزين اتعلمتهم ان هو جار او جاره، جاري او جارتي. طب يا ترى دي الولد ولا البنت؟ اهو اخرها ايه اهي، يبقى دي ايه؟ دي الجاره. تمام. عندي بعد كده كلمه كارتيه، سي كوا لو كارتيه يعني ايه كارتيه؟ لما اقول مثلا جابيت
au quartier معادي. J'habite au quartier centre-ville. يبقى الحي اللي أنا أسكن فيه. كلمة كارتيه يعني الحي. كامارد يعني إيه كامارد؟ كامارد يعني زميل وإيه كمان؟ وزميلة. تري بيان. إذن برضو محايدة تحتمل ولد تحتمل بنت. واحد زميل أو واحد زميلة أو واحدة زميلة. داكور؟ طيب عندي سيبر كوبان. مين السيبر كوبان؟ سيبر نصها سيبر يعني زي العربي اللي احنا بنقولها سايبر صح؟ طب انا بروح السايبر علشان اعمل شات مع ديزامي اشيت مع اصحابي صح؟ طيب يبقى سيبر كوبان صديقي عن طريق الشات او صاحبي عن طريق الشات. طيب يا ترى كوبان ده مفرد ولا جمع؟ ها اخره اس. برافو. يبقى اذا ده جمع. ولد ولا بنت؟ جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ لا جمع مذكر لانه كوب مش كوبين. داكور؟ يبقى انا عايزاكم تركزوا وتحللوا كل كلمه علشان لما تحلوا تحلوا 100% جوست 100% صح. عندي كلمه كلاس بعد كده. كلاس اللي هو الفصل تمام. واوعى تتلخبط او تتلخبطي. هتقولي كلمة فصل باللغة العربية مذكر، هقول لك باردون، أسفة جدا ما ينفعش لا تقارن عربي بفرنسي ولا فرنسي بعربي. إحنا بندخل لغة جديدة نتعلم مفرداتها يبقى بنتعلمها بلغتهم. كلمة فصل باللغة الفرنسية كلمة مفرد مؤنث، إن كلاس. فنحفظها على إنها إن كلاس، وما تقارنش عشان ما تتعبش. تمام؟ ليسي، يعني إيه ليسي بقى؟ سي كوا لو ليسي؟ أو فاتو؟ حضرتك بتروح تدرس مرحلة ثانوية يبقى في الليسي. يبقى الليسي اللي هي المدرسة الثانوية. داكور؟ طب تعالى بقى نبدأ نحل مع بعض. فازين يبقى ان ولا ان ولا دي؟ تمام ان فازين. طب لو كانت فازان من غير الاو الأخيرة كان أكيد هتبقى ان من غير الاو الأخيرة، يعني هتبقى ولد لو من غير الكلمة الأخيرة الحرف الأخير اللي هو الاو اللي هي هتبقى جار. يبقى واحد جار يبقى ان فازان. انما حطيت او في الاخر يبقى اون فوازين. داكور؟ طب كارتيه. كارتيه اللي هو الحي. الحي ده كلمه مفرد مذكر حي يبقى ان كارتيه. كامارات بقى احنا قلنا تمشي ولد تمشي بنت فهي محايده فاذا هتحتمل وتحتمل. ان كامارات او اون كامارات. ها سيبر كوبان قلنا اخرها ايه؟ اخرها اس يبقى اوعى تنسى يبقى لازم تحط لها دي سيبر كوبان. وكلمة كلاس اتفقنا معاكم من شوية انها مفرد مؤنث بلغتها يبقى ان كلاس. والليسي مدرسة ثانوية. واوعى تقارن العربي بفرنساوي لان كلمة ليسي طلعت زي ما هو واضح قدامك طلعت ايه؟ طلعت مذكر يبقى ان ليسي لو ليسي. تمام؟ يلا نقراهم عشان نحسن البرونسياسيون. ان فوازين ان كارتيه ان كامارد ان كامارد دي سيبر كوبان اون كلاس وان ليسي. داكور؟ كده احنا عملنا ريفيزيون جنرال على اهم المفردات اللي جات لك في اليونيتي ان كلها الوحده الاولى كلها بالثلاث دروس. جبنا اهم الكلمات وشغلناهم المذكر وايه المؤنث وايه الجمع علشان منه تشتغل دماغك وتستفيد وتراجع. داكور؟ طيب تعالى بقى عندي حاجه مهمه قوي. عندي complete avec s'appelle, m'appelle, t'appelle, nous appelons, vous appelez, vous s'appelle. C'est quoi ça? Et d'où? تمام. برافو. ده verb. verb يعني فعل. فعل ده مهم جدا. ده اسمه verb s'appeler. s'appeler يعني يسمى. ده الفعل اللي أنا بعبر بيه عن اسمي وبسأل حضرتك عن اسمك وبعرف صاحبي باسمه وبقدم صديقة جديدة في الكلاس باسمها. وانا واخواتي بنعرف بعض او بنعرف الناس بينا باسمنا وبسال مجموعه من اصدقاء او حتى بستخدم هعلمك كمان شويه ان الفول الاحترام. يعني انا مثلا بسال المسيو بتاعي الجديد الاستاذ بتاعي البروفيل في الكلاس بس بقول له يا مسيو عايزه اعرف اسمه اقول له حضرتك فو فو زابلي كومون حضرتك اسمك ايه. تمام؟ فالفو للجمع وكمان للاحترام. تمام؟ وبعد كده بتكلم على مجموعة ولاد بعرفهم مثلا أصحابي الجداد اسمهم كذا وكذا
أو صديقتي الجداد اسمهن كذا وكذا. دكا فverb s'appeler مهم قوي 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 قوي. فهنا جاي لي قال لي complete avec، هنكمل ب verb s'appeler. هو مديني الفيرب، يبقى اذا هكمل على الايه؟ تمام، هكمل على الضمائر الشخصيه. ضمائر الشخصيه اللي هي بتحدد مين اللي بيتكلم كفاعل الجمله اللي هو لو سوجي. تمام، فالبرونون سوجي بقى لو الضمير الفاعل اللي هو في الجمله، بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا اول ما الاقي الضمير مثلا جو، انا حافظ الفيرب، فعلى طول هكمل بشكل الفاعل اللي انا بشتغل عليه. يبقى الضماير انا اسمها جو، انت تو، هو إل واللي هي ال. طب نيجي نجمع انا واصحابي، انا واخواتي، يبقى نو. انت واخواتك، انت واصحابك، فو. هما إل افيك اس، هن ال افيك اس. طب هل انا وانا اقرا جوه الجمله هقول إل افيك اس سابيل وال افيك اس سابيل؟ لا خالص، مفيش كده. انا بقول لك إل افيك اس وال افيك اس عشان دول انا اقراهم لوحديهم، لازم افرق لك بين إيه المفرد والإيه الجمع. انما حضرتك في الجمله هقول لك إيه سابيل مراد، يبقى انا بتكلم عن ولد. ال سابيل هانيا، بتكلم عن بنت. إيه سابيل لوك وتوما، هم اسمهم لوك وتوما على اساس ان هم شخصين. ال سابيل نانسي اي لينا، البنات دي اسمهم لينا ونانسي. يبقى حضرتك من الجملة هتفهم ده مذكر ولا ده مؤنث. دكا؟ طيب تعال بقى نشوف إل ألكسندر والإل أليكس إزوي وفو مسيو ألا. طيب ها الشاطرين اللي حافظين هنعمل ايه بالظبط؟ هنعمل إل سابيل ألكسندر، هو اسمه ألكسندر، يبقى هو اسمه طالما هو ولد يبقى الفيرب بيخلص بالأ ال ال أ إل سابيل. طيب ال إل بوان أليكس إزوي، يبقى أنا بعرف اتنين، ولد اسمه أليكس وبنوتة اسمها زوي، فأقول إل سابيل أليكس إزوي، هما اسمهم أليكس وزوي. بس في النطق إل سابيل ألكسندر و إل سابيل أليكس إزوي. فهمنا الفرق في البرونونسياسيون؟ إي سابيل أليكس يبقى هو ولد، إيل سابيل أليكس إزوي يبقى دول الاتنين اسمهم أليكس إزوي. عرفنا الفرق في البرونونسياسيون؟ تعالى مع الفو. فو ومسيو ألان، هتقولي يا مدام الفو جمع، إزاي مسيو ألان واحد ناس؟ هقولك ما أنا لسه قايلة لك حالا لما نيجي نتكلم عن الاحترام، لما نيجي نتكلم حد بحضرتك هنقول له إيه؟ هنقول له فو فو زابولي مسيو ألا. ده انا بسال كمان، ده في بوان دانتيروغاسيون، في سؤال. حضرتك اسمك مسيو ألا، يبقى فو فو زابولي مسيو ألا. داكا؟ طب تعالى بقى تو بوان ايزابيل، ايزابيل دي بنوته، يبقى عايزه ادور على فيرب سابولي مع تو، يبقى تو ها فكر كده هتاخد ايه؟ تو لازم هتاخد تابيل، في دايما ريلاسيون التو لازم تاخد تا باستخف، واوعى تنسى ان الافعال بتخلص بالاو اس عشان ده بريمير جروب، هنتكلم بس بعد ما نخلص الاكزرسيس ده. يبقى تو تابيل ايزابيل، انا بسالها هو انت اسمك ايزابيل؟ طب نو فرانسواز اكلير، في بنوتين جايين يعرفونا على نفسهم، بيقول لك احنا اسمنا فرانسواز اكلير، يبقى نو هتاخد ايه؟ نو نو زابلون، احنا الاثنين احنا نسمى فرانسواز اكلير. تمام. طب جو مدام كريستين، يبقى حد بيقدم نفسه بانا، انا اسمي مدام كريستين، يبقى جو مابيل مدام كريستين. يبقى فيرب سابولي مهم جدا 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 ان حضرتك تحفظ علشان تعرف نفسك او تسال حد عن اسمه او تعرف صحابك مفرد او جمع باسمائه، وده مهم قوي. فتعالى نراجع كده فيرب سابولي. سابولي لما اجي احط الضمائر بتاعتي اللي هي ضمائر الفاعل، ببدا مع جو ثم تو ال ال، نجمع نو ثم فو ال افيك اس ال افيك اس. حلو، تعالى نصرف فيرب سابولي. سابولي
الاس دي مع الانا هتتغير الى ام، يبقى je m'appelle. وخلي بالك الجو مع الفرب بيخلص بحرف الاو، يبقى je m'appelle. مع tu، التو هتاخد تي، والفرب مع تو هيخلص بالاو اس، يبقى tu t'appelle. هو اسمه، يبقى il، هتفضل الاس اللي هي زي المصدر il s'appelle، بس هحط دبل ال و او il s'appelle، والال كمان هتاخد ال s'appelle. ودايما الايل والال بياخدوا تصريف واحد مع نفس الفرب. نيجي مع النو، النو بتاخد نو تانية، والنو لازم ليها نهاية يعني مكررة كتير قوي، اللي هي الاو والان والاس، يبقى نو نو زابلون، احنا الاتنين اسمنا. اوكي، طب الفو هتاخد فو، يبقى فو فو زابلي، والفرب مع الفو هيخلص بالاو والزد. إل الجمع هتبقى إل، هتاخد اس يبقى إي سابل، بس الفرب هيخلص بالاو والان والت، يبقى جو مابل، tu t'appelles, il s'appelle و elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. D'accord؟ ده تصريف verb s'appeler، ولو سمحتم نحفظ الأفعال عشان دي مهمة جدا جدا جدا. D'accord؟ طيب تعال بقى لي complete avec suis et est sommes et sont. ايه ده؟ c'est quoi ده؟ ده ايه ده؟ ده يا بابا أهم يعني من أهم الأفعال اللي في الفرنسي. ده اسمه فرب أتر، ده شباب اسمه فرب أتر. أتر يعني الكينونة، يكون. أنا أكون مصري، أنا أكون تلميذ، أنا أكون في مدرسة كذا، أنا أكون في فصل كذا، أنا أكون أهلاوي أو زملكاوي، أنا أكون رياضي، أنا أكون منضم مثلا لفريق كذا في المدرسة، أنا أكون عازف كذا، أنا أكون محب للموسيقى اللي نوعها كذا. فأنا أكون دي لما تيجي تعمل بريزنتاسيون، تقدم نفسك، فهتلاقي دايما فيرب اتر عامل مشترك معاك في حاجات كتير قوي. لو انا اتكلمت على مثلا انا، يبقى انا اكون، خد عندك بقى، انا اكون ولد واكون كبير واكون تلميذ واكون في مدرسه كذا وفصل كذا، واكون في السكسيون مثلا ليتيرير او سيونس، بعد كده في ثانوي انا قسم ادبي انا قسم علمي. وزي ما قلت لك بقى، انا اهلاوي انا زملكاوي انا بحب مزيكه كذا، او انا منضم مثلا لفريق المدرسة الكذا. حاجات كتير جدا 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 بنستخدمها لفرب أتر. داكور؟ طيب ففرب أتر حضرتك لازم تكون حافظه حلو قوي. فتعال بقى نحل. سي ماكسيم ان كوبان دو كارتي، والنو هتبقى دي فوازان، والفو بافار. انا بعرف ماكسيم وبقول لك هذا يكون ماكسيم صديق من الحي، والنو بقول لك دي فوازان يعني احنا نكون جيران، والفو بافار. خلي بالك ان احنا خدنا في الوحده الاولى صفات كتير جدا المفروض تكون حافظها كلها، منها بافار يعني احنا رغايين، بس هنا الفو اكيد الاستاذ هو اللي بيقول لنا، كان هو بيشرح وانتوا قاعدين ترغوا فقال لكم فوزات بافار. طب تعالى نحل. يبقى سي ماكسيم، هذا يكون ماكسيم. مين ماكسيم؟ كوبان من الكارتي، صاحبي من الحي. والنو دي فوازان، يبقى نو سوم دي فوازان، احنا نكون جيران. وفوزات بافار، انتو بافار يعني انتو رغايين جدا. داكور؟ والرغي الكتير هي صفة من صفات الانتليجنس، نوعا ما بيبقى ذكاء، بس بلاش نرغي كتير في الحصة علشان المسيو ما يتضايقش. الوحدة الأولى فيها شغل كتير، كلمات صفات أفعال، احنا يدوب عملنا يعني مرور كده سريع على أهم الكلمات. عايزين بقى نخلص فيرب أتر عشان نشتغل. جو ماجي اون نوفيل إليف، ماجي يعني حد بيتكلم عن نفسه، يقولك أنا أكون ماجي، اون نوفيل إليف يعني أنا نوفيل إليف، أنا تلميذة جديدة معاكم. يبقى هقول جو سوي ماجي اون نوفيل إليف، انا اكون ماجي تلميذه جديده. طب لما نقول بقى إيل افيك اس او إيل جمع، سيبر كوبان فرونسي، يبقى إي سون دي سيبر كوبان فرونسي، هم يكونوا صحاب فرنسيين، بس انا عرفتهم منين؟ من السايبر. يبقى إي سون دي سيبر كوبان فرونسي. لو انا بعمل لك صفه
يبقى tuer désordonné. أنت تكون désordonné يعني أنت إيه؟ أنت مش مرتب، ودي صفة وحشة قوي على فكرة. tuer désordonné يعني لازم الناس والشباب بالذات لو سمحتم كونوا مرتبين، ماشي؟ يبقى tuer désordonné أنت مش مرتب، ودي صفة مش لطيفة. داكور؟ كل الشباب لو سمحتم رتبوا اوضكم ورتبوا حاجاتكم وبلاش تتكلوا قوي على المامي. داكور؟ ويا سلام بقى، يا سلام لما نحترم كمان مواعيدنا، والله دي هتبقى حاجة هايلة جدا 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 جدا، عشان دي بوان فابل عندنا كلنا، يعني في خطأ كده للمصريين معروفين ان هم ما بيحترموش مواعيدهم. فيعني نحاول كده الشباب الجديد يبقى حلو كده وجميل، وكل الحاجات الوحشة اللي عندنا هو يصلح ان شاء الله من نفسه. تبقوا مرتبين وتبقوا مش رغايين، وتبقوا متعاونين كده، وتبقوا شاطرين ومليانين نشاط ومحافظين على المواعيد كمان. داكو؟ طيب احنا خدنا اهم الكلمات، خدنا فيرب سابولي، خدنا فيرب اتر، تمام؟ دي من اهم الحاجات، مش كل اهم الحاجات، بس ان شاء الله لما نشوفكم تاني نظبط باقي الحاجات مع بعض. داكو؟ Merci pour votre attention. شكرا على متابعتكم، و bonne journée. نشوفكم على خير، و إلى اللقاء مرة جاية إن شاء الله. Au revoir.